اهلا بكم من جديد. اليوم نكمل مجموعه من العناصر الاضافيه الخارطه، ومثل ما تشوفون بالفيديوهات السابقه احنا كان حديثنا عن مجموعه من العناصر الاساسيه اللي مرتبطه بالبيانات، ومجموعه من العناصر عززنا الخارطه بعناصر اخرى غير مرتبطه بالبيانات اللي منها ملف اكسل اللي قلنا هذا نسميناه الاوبجكت، والبيكتشر الصوره اللي ممكن خارطه او ممكن تكون على شكل لوجو، وبعدين استخدمنا النيت لاين اللي هو هذه اللي عباره عن يعني مستطيل لكن يفيدنا بعملية الالتقاط أو بعملية تجميع مجموعة من الكائنات أو العناصر، أو نستخدمه كإطار وممكن نستفاد من عمليات التنسيق اللي فيه. اليوم راح نعزز الخارطة النهائية بالنصوص. ما ممكن أنت تنتج خارطة بدون أن يكون بها أي نص، على الأقل أنت تحتاج تكتب المصادر، تحتاج تكتب نظام الاحداثيات، تحتاج تكتب الريفرنس مالك، السكيل، من معد الخارطه، وتفاصيل اخرى حسب ما تحتاج. عندنا لما نجي راح نتعامل مع النصوص عندنا ثلاث انواع، عندنا التايتل والتكست والدايناميك تكست. لما نجي على التكست معناتها احنا عم نحكي عن ستاتيك تكست، يعني انت تكتبه وانتهى الكلام فقط. يعني اذا تريد تعدل عليه لازم يتعدل يدويا. الدايناميك تكست يختلف بانه انت اكو بيانات مدخلها سابقا او بيانات موجوده بالحاسبه راح يدخلها فيها مباشره، اي تعديل راح يجري عليها راح يجري على الخارطه مالتك. يعني خلينا نقرب هذا النص ونشوف هذا الجزء اللي له علاقه بالتكست. مثل ما نشوف هسه هو متكون من عده اجزاء، عندنا هذا التايتل، هذا اللي هو احنا نسميه عنوان الخارطه. زين، عنوان الخارطه جدا مهم لان هو راح يوضح شنو مضمون هذه الخارطه، تتحدث عن شنو. مرات يوضع في هاي المنطقة، مرات يوضع في المستطيل الأعلى، ممكن حسب ما أنت يعني ترتئي، ولو هو بيها ستندرات، لكن هسه خلينا من الستندرات لاحقا. خلينا نحكي عن إنه أنت تخلي العنوان للخارطة بمنطقة أنت تحددها، وهي يفضل في الأعلى مثل ما قلنا، لكن احنا حاليا في الشرح خلينا نركز. عندنا قلنا هذا التايتل، هذا التايتل أنت إما تقول له insert title، زين، فتبدا يدخل لك عندك التايتل. اما هاي البيانات مثل ما تشوف الموجوده عندك حاليا اللي هي عباره عندك الدوكيومنت باث، الدوكيومنت نيم، الديت سيف، اليوزر نيم، الديت، وباقي التفاصيل كوردينيت سيستم، وهاي هاي امور اصلا انت مدخلها سابقا لكن تجري عليه بعض التعديلات فتظهر عندك بالخارطه. طبعا انت مو شرط تظهرها، تظهر حسب اللي انت تحتاجه، مثل هذا ما لنا علاقه به، هذا له علاقه بالار تي اي سيرفر وهكذا. فخلينا نمسحها اوكي ونبدا نضيفها من جديد حتى نشوف شلون عمليه اضافه كل جزء من هاي الاجزاء وشلون نقدر نعدل عليها الى اخره بضمنها التايتل. التايتل شوف هسه انا بمجرد ما راح اقول له insert title اللي هو عنوان خارطه، زين، اظهر لي مباشره هذا العنوان. طيب هو منين جاب العنوان؟ يعني انا ما دخلته يدويا الان في اثناء اعدادي لها هذه الخارطه، لكن انا سابقا من فايل من الدوكيومنت بروبرتيز انا كنت ادخلت سابقا التايتل بالبيانات الخاصه بالخارطه. مثل ما قلنا من تروح الفايل الى الدوكيومنت الى الماب دوكيومنت بروبرتيز، هذا الدوكيومنت قاعد تشتغل عليه عندك بالموقع مال وين رايح، هذا الباث يعني وين مخزون بالدي بي الاي كذا، العنوان مال الخارطه، عندك سمري، ممكن عندك ديسكريبشن منو اللي معدها الخارطه الى باقي التفاصيل الاخرى اللي انت تضيف. فانت تضيف مجموعه من البيانات بهذه المنطقه، مجموعه تضيفها في الداتا فريم نفسه، زين، مثل الريفرنس سكيل، هذا جدا مهم راح نجيها واحده واحده. القصد انه انت التايتل تضيفه من هناك، او ممكن طبعا حتى تعدل عليه من هنا، راح تقوم بعمليه التغيير بالاسم، لكن بنفس الوقت انت ممكن تستخدم تغير السايز والبوزيشن، هاي سابقا شرحناها، وممكن انه انت تغير الفراغات اللي موجوده بين الحروف، زين، اللي مكلمة هذه، او انه تزيد. خلينا نجرب، عندنا السبيسنج والليدنج والانجل وحجم الخط، غير السبيسنج، سوي مثلا 20، شوف مباشره راح يبدا يغير لك السبيسنج بين كلمه وكلمه والى اخره. وعندك ايضا بالسيمبل ممكن انت تغير، تسوي تشينج سيمبل، تغير كثير من التفاصيل، حجم، لون، الستايل الى اخره. خلينا نرجع هسه وبعدين نرجع على هاي التفاصيل. اوكي هسه احنا ضفنا هذا مثل ما سميناه التايتل،
عندنا راح نروح الى التكست. التكست قلنا نوعين، التكست الثابت والدايناميك. الثابت هو عباره عن انت تكست تجي مثلا تكتب النص اللي انت تريده، مثلا تكتب محافظه، مساحه محافظه نينوى كذا، مساحه المحافظه تبلغ 40,000 كيلومتر مربع، زين، وتأشرها وترجع تتحكم بها بالمنطقة اللي انت مثلا خليها فيها المنطقة. طبعا انت ممكن تكون اكبر يعني حسب النص اللي عندك، لكن هذا التكست ما ممكن يتحدث الا انت تبدأ تملي مرة ثانية وتغير به الاعدادات. لكن اللي يميز الدايناميك تكست انه بامكانك انه انت تضيف مثلا بداية، خلينا نبدأ نضيف عندك الكرنت ديت، الكرنت تايم، اليوزر نيم. زين اليوزر نيم من الشخص اللي عيعدها الخارطة؟ هذا يعتمد على شنو؟ زين هذا الموضوع اليوزر نيم يعتمد على تجي سيلكت منو اللي حاليا عم يشتغل على نظام الويندوز. تعرف نظام الويندوز باكثر من يوزر ممكن يكون بيه، ممكن يكون احمد علي حسب، ممكن الحاسب يشتغل عليه اكثر من شخص، خاصه بالمؤسسات مو مثل بالبيت. فمنو اللي عم يشتغل؟ اليوزر نيم، فثبت اليوزر نيم احمد. تيجي بعدها انت عندك بالدايناميك عندك الكرنت ديت، التاريخ راح يدخل لك التاريخ مال اليوم. هو هذا التاريخ منين يجيبه؟ التاريخ هذا يجيب لك اياه مال تاريخ اخر عمليه خزن. زين راح تجي تدخل انت ممكن باقي التايم، زين اللي هو يا وقت حاليا 4:31 4:33 دقيقه، تشيك 4:33 دقيقه. اوكي تجي بعدها عندك اضافات اخرى، مثلا الاظهر منو اللي معد هاي الخارطه، اللي عد هاي الخارطه هسه شوف مثل ما هو سوانا يا علي، قلنا سابقا هذا منين نعدله؟ نعدله من الفايل ماب دوكيمنت بروبرتيز، ونجي على هذا الاظهر نسميه مثلا احمد ناظر. زين او خلينا نجرب مثلا بالعربي وننطي ابلاي. زين اذا ما اكو اي مشكله، اظهر لنا التفصيل انه المعد هو احمد ناظم. زين ممكن نغير هذه ايضا المعد ونعطي ابلاي. زين اصبح عندنا حتى العنوان اللي هو هذا ممكن تحوله من انجليزي الى اللغه العربيه، وهكذا تبدا تضيف انت باقي التفاصيل حسب ما انت تحتاج. نجي مثلا عندنا اليوزر نيم ضفنا، الكرنت ديت، تايم، الاذر، الداتا سيف هو تاريخ الخزن، تاريخ اخر خزن ايش وقت. زين اخر خزن هاي الخارطه اوكي ضاف لنا اياها هسه حاليا الساعه 4:19 دقيقه اوكي. زين بعد عندك هاي طبعا انت بعض البيانات ما تحتاج انه تظهرها لو كانت الخارطه تريد تطبعها بشكل على شكل ورقه، لكن لو انت اردت انه يشتغل عليها شخص بعدك او مثلا تنقلها الى ارك ريدر او ببلشر او هاي التفاصيل الاخرى، زين فهاي الامور راح تبقى عندك الكترونيه موجوده يعني فيرتشوال بالبرنامج. ممكن نضيف ايضا مثل ما قلنا الكوردينيت سيستم اللي هو جدا مهم. زين خلينا نشوف التعديلات اللي راح يسويها هسه. الكوردينيت سيستم مالتنا شنو؟ الكوردينيت سيستم هو النظام ال WGS الجغرافي اللي هو 1984 اللي يستخدم خطوط طول وعرض. زين نجي احنا يا داتا فريم المفعل اللي هو هذا، نجي رايت كليك ونقول له بروبرتيز، ونجي على كوردينيت سيستم ونغير نظام الاحداثيات. زين نجي على لاير، لو كان عندنا مخزون نظام احداثيات اللي هو هذا ال WGS اللي هو النظام المتري UTM، وخلينا نعطي ابلاي يشوف التغييرات مباشرة. هو ايش راح يسوي؟ يعدل لك نظام الاحداثيات وينطيك الداتا وكل التفاصيل الاخرى. مثل ما قلنا مثل ما شرحنا سابقا ان انت تقدر تغير بالترتيب، يعني هذا تجي عليه تغير الخصائص ماله. زين فزيد الليدنج تسوي مثلا 10 تنطي ابلاي. زين شوف شو اللي زاد عندك، زاد عندك المسافه بين الاسطر او مثلا ترجعوا الى الصفر، تنطي السبيسنج بين كلمه وكلمه تنطي مثلا 20، وتشيك اذا كان مثلا ما ملائم حسب ما انت تحتاج تبدا تشيك هذا السبيسنج بين كلمه وكلمه، وهذا اللاخ بين اللي يدق مثل ما قلنا بين سطر وسطر، او ممكن انت تنطيه مثلا اذا تريد تكتب كتابه مائله كون عالي ممكن تنطيه زاويه 90 تنطيه ابلاي.
فهو راح يفر لك الكتابة بهذا الشكل. لو انت كنت تريد تضغط عليها زين، خلينا نحول نظام الاحداثيات حتى يكون اصغر زين. ننزل الى layouts WGS 84، apply اوكي. طيب هذا ممكن انت تخليه في هاي المنطقة بهذا الشكل، لو كان كنت انت تريد تكتب بشكل مائل، وتبدا انت مثل ما قلنا تنسق الخارطة مالتك بالاسلوب اللي انت ترتئيه. كنت بي مثلا 14 اوكي ابلاي اوكي زين. بعد انت ممكن عندك تضيف امور اخرى بالدايناميك تكست مثل ما قلنا الداتا فريم نيم زين. هذا الداتا فريم اللي انت قاعد تشتغل منه اللي هو شوف شو اسم هذا يعني اشتغل مع الخارطة، او مثلا ممكن انت تضيف الريفرنس سكيل زين. الريفرنس سكيل شنو؟ الريفرنس سكيل هسه حاليا هو يعتبر لك اياه 1 الى 0. ليش؟ لان احنا ما مغيرينه بهذا الداتا فريم. فلو هسه تروح الى الداتا فريم زين، يعني نشتغل بهذا الداتا فريم الاول، تروح رايت كليك الى الداتا فريم زين، وتجي على داتا فريم عفوا الى الجنرال. شوف الريفرنس سكيل عندنا ايش قاعد هسه نان. لو كنا نستخدم مثلا 1 الى 100 الف او 1 الى مليون ننطي ابلاي زين، فراح يبدا يظهر لنا الريفرنس سكيل ايضا مالتنا في هذه المنطقه. بقى عندنا بعد الدوكيومنت باث اللي هو المسار زين. لو كنت طبعا هذا اكيد ما ممكن انت تظهر بالطباعه، لكن ممكن تستفاد من وجوده حاليا او ممكن تلغيه، لكن قلنا بالنسبه للعمل الالكتروني هو راح يكون مفيد. نرجع الى هذا، نعيد التنسيق مالته، دبل كليك، نشيل الزاويه نسويها 0 زين، وننطي ابلاي ونقول له اوكي ونجيبه في هاي المنطقه. بعد ظل عندنا بعد الداتا فريم تايم سكيل لاير دوكيومنت باث دوكيومنت نيم. مثل ما قلنا دوكيومنت نيم هو شنو؟ هو اسم المشروع اللي انت قاعد تشتغل عليه حاليا. احنا اسم المشروع لان احنا مسمينه، انا مسميه 2 لان هو مجرد تيست زين، فما غيرته. لكن انت حسب مثلا كان عندك اسم المشروع، شوف شنو الاسم مثل هاي المشاريع الموجودة، استحداث مثل مشروع هايد، وحسب تشبيك خارطة او كذا تظهر عندك باقي التفاصيل. بعد عندنا يبقى موضوع اخير اللي هو الداتا دريفن بيج. هذا موضوع جدا مهم وراح نشرح ان شاء الله بالفيديوهات الجاية، لكن هو جدا جدا رائع. فخليه هسه لان يحتاج شوية وقت، لازم نفهم شنو هو الداتا دريفن وبعدين نرجع. الداتا دريفن ايضا راح يفيدنا بالاعداد الخرائط النهائي، وقلت لك هو مفهوم مهم بس يقعد له شويه تفصيل، بس جدا مفيد خصوصا للي يشتغلون كراش خرائط بكثره. مثل ما شفنا هسه ميزنا 3 انواع من التكست، هذا العنوان، وقلنا اذا تريد تغيره تروح الى البروبرتيز ماب دوكيومنت تغير العنوان حسب ما انت. مثلا خلينا نغير العام، نسويه لعام 2025 زين، ونطي ابلاي وتغير السنه عندك اوكي زين. وهذا الاظهر مثل ما قلنا غير لنا هاي التفاصيل اللي هي من هنا المعد احمد كذا الكريدت تاج اوكي. وقلنا هذا النوع من التكست هو سميناه الستاتيك لان انت لازم تغيره يدويا، وانما ما يعتمد على بيانات انت مدخلها سابقا. اما هذا الدايناميك تكست فهو اللي يعتمد على البيانات اللي انت تدخلها. توقف في هاي المرحله، واتمنى انه عمليه تعزيز الخارطه عفوا باضافه النص من نوعين الستاتيك الثابت والديناميك اللي متحرك يعتمد على البيانات على بيانات مدخله سابقا في المشروع، والتايتل العنوان مثل ما قلنا. اتمنى انه هاي المجموعه الثلاثه من النصوص راح تفيدك وراح تعزز الاخراج النهائي للخارطه. راح ننتقل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه الى مجموعه جديده، ونحاول نظهر الخارطه بشكل افضل، نعزز باقي التفاصيل.